بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيور فيت الذي يأتيكم على هواء الصحة والجمال كل يوم حد في الساعة 8 مساء. أول فقرة من فقرات البرنامج من الركن الاجتماعي لبيور فيت، وتهنئة بالخطوبة السعيدة للمهندس محمد حسام بهجات حسيني، ده هندسة ميكاترونيك خريج 2020 على الآنسة أميرة صلاح نبوي سليمان لسانس آداب إنجليزي، مع تمنياتنا لهم بخطوبة سعيدة والزفاف إن شاء الله في نهاية فترة الخطوبة. تاني فقرات بيور فيت النهاردة بعنوان صحة وسلامة الغذاء، ولقاء مع الأستاذ الدكتور محمد أحمد حسن جمعة، أستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اللحوم والألبان والزيوت والدهون والبيض كلية الطب البيطري جامعة بنها. الحقيقة عملت معاه لقاء النهاردة في الكلية، وكلمنا عن حاجات مفيدة جدا. هنبدأ إن شاء الله سلسلة من صحة وسلامة الغذاء مع دكاترة الرقابة الصحية على اللحوم والألبان ومنتجاتها والزيوت والدهون والبيض، عشان نعرف غذائنا هو إيه، الغذاء هو إيه، الغذاء الصحيح. وهي دي مهمة الطب البيطري في ان هو ناكل للشعب المصري بروتين حيواني سليم صحي صالح للاستهلاك الادمي. فنقول لك ايه هو البروتين الصحيح، وايه الكميه، وايه اللي ما تزودوش، وايه اللي تزوده، والزيوت كذلك. فان شاء الله تبقى مفيده جدا لجموع الشعب المصري والعربي. ومش بس هناخد معلوماتنا من الطهاة يقولوا لنا طريقه الطهي وده يبقى لذيذ ازاي وطريقه تاديبه كده، انما العلم لاصحابه، لان احنا بنتبع مبدا او منهج فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يا ريت المخرج ينزل لنا لقاء مع الاستاذ الدكتور محمد احمد حسن جمعه رقم واحد، لحد ما المخرج ينزل لنا الفيديو. بنقول طبعا ان ايه، غذائك دوائك، وغذائك المفروض يكون سر سعادتك، يعني تاكل حاجه اللي تساعدك. جاهز الفيديو؟ اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين متابعي برنامج يور فيت الذي ياتيكم على هواء الصحه والجمال يوم الاحد الساعه 8 مساء. النهارده في لقاء مع الاستاذ الدكتور محمد احمد حسن جمعه. الدكتور محمد احمد حسن جمعه هو رئيس قسم الرقابه الصحيه على اللحوم ومنتجاتها والالبان والزيوت والدهون والبيض بكليه الطب البيطري جامعه بنها. برحب بيك يا دكتور محمد. يا اهلا بيك يا دكتور حاتم، يا اهلا وسهلا. ونورتنا في برنامج بيور فيت. الله يبارك فيك. دكتور محمد، عاوزينك تدينا وتدي الساده المشاهدين فكره عن الثقافه الغذائيه في مصر او الوعي الغذائي في مصر. في البداية أنا عايز أقول أصعب سؤال بيتسأله أي إنسان مننا، ويمكن في حياتنا العادية بناخد بالنا من الكلام ده، لما بنقول للواحد هتاكل إيه النهاردة؟ هتاكل إيه النهاردة؟ بيبقى سؤال صعب جدا، لأن ما عندناش خريطة غذائية في مصر. بمعنى آخر، لما أجي أسأل أقول عدد الوجبات الغذائية اللي في مصر كام وجبة؟ ما نعرفش، أرقام كلها مجهولة، مفيش إحصائيات تدلنا على كده. برغم القيمة العالية للغذاء، لأن الغذاء ده هو أساس الحياة بمعنى أصح. عايز إنسان منتج عن طريق الغذاء السليم، عايز إنسان مبدع عن طريق الغذاء. على النقيض بقى ما بنلاقيش إحصائيات، ما بنلاقيش مراجع، ما بنلاقيش موسوعات تقول لنا إيه هي الأغذية اللي موجودة في مصر. عشان كده بيبقى سؤال صعب جدا، آكل إيه النهاردة؟ تلاقيني فكرت في 100 حاجة وفي نفس الوقت ما قلتش حاجة. فكل ده ينتقص من متعة الغذاء. ليه أنا بقول برضو دي؟ لأن الغذاء يقع على قمة المتعة في العالم، يعني لما رتبوا اللذات اللي سعادة سعادة الناتجة عن الغذاء يعني. بالظبط. لما بنرتب اللذات في لذات حسية كتيرة جدا، لكن حطوا اللذة للغذاء على رأس القائمة. يعني دايما حتى الإنسان لو فطر يقول لك هنتغدى النهاردة، اتغدى يقول لك هيتعشى النهاردة، معزوم عند فلان أيوه هيعملوا لنا كذا. فكل المعاني الجميله دي نفسنا نرسخها عند جمهورنا وعند شعبنا، والجهات الحكوميه كمان تساعدنا في نشر الثقافه الغذائيه بالاسلوب العلمي الصح،
مش عن طريق الشيخ فلان رغم اهميه برضه ده واحنا بنقدر المجهود، نبقى على قدم المساواه. الثقافه الغذائيه السليمه اللي بيها مثلا ارجع لاي غذاء اقول والله الغذاء ده اقدر اكله، لكن مريض السكر او الضغط لا يبعد عن ده، يفضل اكله الصبح ولا الظهر ولا بالليل. كل دي فعلا محتاجين نكتبها باسلوب مبسط للناس عشان يزداد الوعي بالغذاء ونطلع مواطن فعلا منتج. يعني هو برضه يعني في وصف ربنا للجنه وكده فبيقول ايه، وفكات مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. صدق الله. يعني هو اشتهاء اللحم لحوم الطيور معينه ومختارين في الجنه، فده طبعا ايه ده حقيقه. وذكر انواع عديده من الاحشيه في قراننا الكريم نظرا لاهميه الغذاء. الغذاء هو الحياه بمعنى اصح نقدر نقول. عشان كده في بعض الامور اللي نحب ننوه اليها، امور بسيطه جدا لاي انسان عادي جدا، امتى اكل وامتى ما اكلش. مثلا المفروض ما يوصلش معدتي اي نوع من الغذاء قبل النوم بثلاث ساعات. مثلا انا بنام الساعه 1 بالليل مثلا. يبقى اخر اكل اكله الساعه 10، ممكن شويه سوائل وصب بعد كده مفيش مشكله. يعني الناس اللي بتظبط منبه عشان تصحى تصحر وتنام تاني دي بقى في منتهى الخطوره. ليه؟ لان انا بدي غذاء ورا نوم على طول، فده يعني ايه؟ الاضرار. الاضرار ان الجسم هنا، لان الجسم نقدر نقول وكانه كمبيوتر. الجسم هنا عرف ان انا مش هعمل اي طاقه، مش هعمل اي نشاط، فيلجا ان كل هذه الاغذيه مصيرها التخزين في الجسم. وما اسهل ان يخزن الجسم، وما اصعب ان يطلع من الخزين اللي هو مخزنه ضيق. عشان كده بقى بندخل في السمنه، بندخل في الضغط، بندخل في مشاكل الاوعيه الدمويه والقلب وكل الحاجات دي. ولذلك في مصر، احنا في مصر هي اعلى دوله في الشرق الاوسط في هذه الامراض. الحديث النبوي بيقول نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. كلام سليم، ورسولنا الكريم كان دائما يعمل كده. لما نعلم عن الرسول انه اتعشى مثلا وقام نام على طول او كده، ابدا. كان وراء اي غذاء للرسول عليه الصلاه والسلام مجموعه من الانشطه. بل احنا ممكن كمان نعمل حلقه مستقله عن العادات الغذائيه عند رسولنا الكريم، هنفاجئ بحاجات العلم الحديث لسه بيقول عليها، لكن رسولنا الكريم كان بيعملها وباسلوب راقي جدا وكانه اعلى عالم في هذا الزمان عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. عليه الصلاه والسلام. محمد، احتياجات الانسان للغذاء ومتطلبات الانسان للغذاء. بالظبط، احنا ممكن بقى نرتبها هنا بطريقه بسيطه جدا. هو اولا قبل ما اقول احتياجات اقول توقيتاته ايه؟ انت لو سالت توقيتات الغذاء بالظبط، هتفاجئ ان واحد ممكن يفطر يوم الساعه 9، يوم تاني يفطروا الساعه 11، يوم تالت ما بيفطرش خالص. الغدا ممكن 3، ممكن 5، العشاء ممكن عشاء النهارده وما يتعشاش بكره. ده يعمل لفنه غريبه جدا جدا للجسم. الجسم ما يقدرش يحط بلان، ما يقدرش يحط خرطه للتعامل مع الغذاء، عكس الجسم اللي هو انا مثبت له مواعيد الاغذيه. هتفاجئ يا دكتور حاتم مثلا لو انا بتغدى كل يوم الساعه 3، هتلاقي كل يوم الساعه 2:30 تبدا الاجهزه الهاضمه في الجسم تطلع العصارات الهاضمه، ويبقى الدنيا جاهزه لهضم الغذاء وامتصاصه. عشان كده المجتمع الغربي ما يعانيش بانتفاخ، بقولون عصبي، بالحاجات دي كلها، لان خلاص انا اديت للجسم خريطه ان الساعه كذا يوميا انا باكل، فيبقى هو قبل الميعاد مجهز العصارات الهاضمه. لكن واحد دلوقتي يقول له حماتك بتحبك، جاي في اي وقت ياكل، يلا اللي موجود خير وبركه. كل ده لو الانسان يعلم مدار الحاجات دي قد ايه، هيبتعد تماما تماما عن الكلام. يعني يا دكتور، يعني انا برضو قريت مقوله كده ان المفروض ما ناكلش الفاكهه بعد الاكل، ناكل قبل الاكل. فهل ده فعلا ده كلام سليم؟ انا المفروض ببدا بالاغذيه الى حد ما اللي بتدي طاقه قليله جدا، وبالتالي هتخليني اكل كميات كمان مظبوطه ما اكترش فيها. لان العبره يا دكتور حاتم مش بكميه الاكل، بنوعيه الاكل. يعني مثلا الانسان يحتاج سعرات قد ايه في اليوم عشان نبسط المساله. لو جينا للرجل مثلا، الرجل يحتاج 2500 سعره حراري لو رجل مجهوده البدني ضعيف، يعني قارئ وكاتب زي حالاتنا وبيتحرك قليل. 2500 سعره، 2500 كالوري بالظبط كده في اليوم الواحد. طب ال 2500 كالوري دي يعني 2.5 كيلو كالوري؟ بالظبط. تمام. وهنقسمها ممكن دلوقتي. تمام. طب ده الانسان اللي هو ضعيف الجهد،
طب انسان متوسط الجهد محتاج 2700 سعره. طب لو عالي الجهد زي واحد بيشيل طوب بيتحرك كتير اعمال قاسيه يعني 3000 سعره حاليا. عامل البناء مثلا. بالظبط. طيب السيدات شيل 500 بقى من الارقام اللي انا قلتها، يبقى السيدات محتاجه ل 2000 ل 2200 ل 2500. طبعا ممكن واحد يسمع الرقم ده يقول لك ده حاجه جميله جدا اكل بقى اللي نفسي فيه، ابدا. هندي امثال، لو قطعه حلويات هريسه مثلا 5 سم في 5 سم من حد كمان الحاج دي فيها 900 سعره حراريه. معناته لو واحد كل ثلاث قطع خلاص حسابه اليوم خلص بقى. تخيل احنا بنسخن بيهم. فتخيل في العيد حتى لما بنقدم اطباق حلويات ولا الكلام ده هو بيعتبر نفسه كده ماهر بيقول لك بقى الفطار وندخل بقى على اللحوم والحاجات دي ازاي. وجدنا في الاعياد ان قد يصل لسعرات الحراريه للفرد 17000 سعره حراريه. تخيل الرقم 17000 يعني 5 أضعاف 6 أضعاف. بالظبط بالظبط. وده كله بقى بيبقى عبء بقى عبء على الجسم ومداره طبعا اكتر من فوق. يبقى انا المفروض باخد الغذاء يعني السعرات الزياده دي بتتحول دهون مثلا؟ بتتحول دهون وتخزن، وزي ما قلت لك صعب جدا ان الجسم يرجعها. تعلي بقى الكوليسترول بالظبط. وندخل بقى في السمنه اللي هي صعب ان احنا نرجعها مره. بس معنى سؤالي بس كان ايه المعلومه اللي انا قراتها؟ بيقول لك ايه كل الفاكهه قبل الغداء ليه؟ علشان دي خفيفه على المعده وهتبدا تنشط المعده كده، ما تكبسهاش على طول بقى بالمحشي والشطر والمحمر. ده حقيقه دي حقيقه. عمليه التمرين جدا وصحيحه 100% يعني. علميا 100%. واللي عايز يتصد نفسه او اللي عايز رجيم ومش قادر يستحمل ممكن ياكل بعض المكسرات شويه سوداني حاجات قبل الوجبه، فدي هتدي له شبع مبكر فما ياكلش كميه كبيره. كل الحاجات دي طبعا مفيده جدا، لان انا في النهايه انا باخد غذاء عشان يفيدني مش غذاء يعمل لي مشاكل. لقيت المعلومه بقى انه ايه نسبوها لاعجاز العلم للقران اللي جت في سوره الواقعه، بسم الله الرحمن الرحيم، وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الفاكهه قبل الايه؟ قبل الغداء. هي ذكر الفاكهه قبل الايه؟ قبل الغداء. وده كله كان لمين؟ للمقربين. ايوه المقربين كمان اللي هم افضل من اصحاب اليمين. دول اللي هو وعد ربنا ليهم بالجنه ونعيمها يعني وكده. طيب يا دكتور محمد، دور الغذاء في الصحه العامه عاملين ايه فيه؟ بص يا دكتور حاتم، انا يمكن من الحاجات اللي شغلتني كتير جدا احنا ما بنقدرش نستخدم الغذاء بالصوره المثلي. هديك امثله على السريع يعني. في دول الغرب بيوجهوا الغذاء لكل انشطه في الحياه. مثلا لو انسان بيعدوه يبقى رياضي مثلا، هم بينظموا غذائه من هو صغير بحيث لما يكبر يبقى هذا الانسان يؤدي الرياضه اللي تم توظيف الغذاء بشانها. سباح مثلا، هم محتاجين ايه من السباح؟ ان يحدث نمو طولي للعضلات، يعني العضلات تنمو بطريقه معينه، فيبداوا يدوا له اغذيه غنيه بعنصر المغنيسيوم والزنك بحيث يبقى هو ده منهج حياته. اما يكبر تبص تلاقي جسمه يلبي المهنه اللي هو هيشتغلها. الطبيب مثلا محتاجين له اغذيه تساعد على هدوء الاعصاب عشان لو بيعمل جراحه لو فكر كويس يشخص صح وكده. هناك اغذيه اخرى بيدوها له بطريقه معينه، ودي لها برامج على فكره بحيث يطلع يمارس المهنه دي، فبيقدروا يستخدموا الاغذيه للمجالات الصح. منها بقى في انواع اخرى كمان من الحاجات، عنصر طول وقصر، الغذاء يلعب دور كبير جدا في تحديد واحد هيبقى طويل ولا قصير. شوف احنا عندنا هنا يقول لك حتى بعد سن البلوغ؟ لا، ما هنا بقى النقطة. هو احنا نوصفها نقول الوراثة فقط اللي بتطلع ده طويل وده. أبدا، الوراثة لا تشكل أكثر من 40% من العملية. بس الكلام ده إيه بقى؟ هغير النمط ده لغاية 18 سنة. يبقى لو أنا من بعد الأربع سنوات كده لغاية 18 سنة ابتديت أديله أغذية معينة ممكن أخليه أطول مما هو متوقع لو مشينا بالريتم العادي. يا دكتور محمد، هو في بس في اتجاه في امريكا اسمه ليت فود تو بي يور ميديسن، دع غذائك يكون ايه دوائك. وده التوجه السليم يعني. فيعني هل هو ده معنى ان انا اكل الحاجات اللي هي بتقوي جهاز المناعه او بتخش ككومبوننت او مكونات في الاجسام المضاده كاحماض امينيه وكده، سواء كان ده البروتين ده نباتي او بروتين حيواني او كده او اغذيه صحيه؟ ده او يا باشا الغذاء مصدر للمرض رقم واحد، ورقم اثنين قوي جهاز المناعه عشان لما يخش المرض بقى مش من الغذاء
اقدر اتغلب عليه. بالظبط، ده كلام صحيح 100% يا دكتور حاتم. عشان كده في جزئيه كبيره في علم الاجزاء اسمها التغذيه العلاجيه. التغذيه العلاجيه يعني فعلا اقدر انمي او اطور جهاز المناعه عن طريق الاغذيه معينه. عشان كده بنقول التوازن الغذائي. في ناس متهيألي ياكل لحمه ليل نهار والحاجات دي وعايش مع اللحمه، هو خلاص تجد. طب احتياجه في اللحمه قد ايه بقى؟ هتستغرب ان اقول لك الارقام. الانسان كل كيلو جرام من جسمه يحتاج 1 جرام بروتين. يعني انا مثلا لو متوسط 70 كيلو مثلا يبقى محتاج 70 جرام بروتين. ولكن عشان برضو 70 جرام بروتين ممكن يلاقيهم في ربع كيلو لحمه. بالظبط، لان مش كل اللحمه 100% بروتين. بالظبط 20%. يعني خلينا ناخد نظام نمط ل 70 كيلو جرام، يعني نقول يبقى محتاج 300 جرام بروتين. ولكن اي بروتين بقى؟ يبقى ثلثه بروتين حيواني والتلتين بروتين نباتي. ده التغذيه السليمه. وفي الحقيقة يا جماعة الحديث مع الدكتور محمد أحمد حسن جمعة بين لنا حقائق كتيرة كانت غايبة عن أذهاننا. علشان كده احنا إن شاء الله الحلقة الجاية يوم الأحد الجاي هنستكمل الحديث معاه علشان نعرف تاني إزاي غذائنا يبقى إيه سر سعادتنا مش سر شقائنا. وناخد فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهنشوف تقرير للقاء مع الاستاذ الدكتور محمد سيد صبحي ابو سالم عميد كليه الطب البيطري جامعه بنها السابق والمشرف على مركز اعداد القاده بجامعه بنها حاليا. رايه في نقابه الاطباء البيطريين والانتخابات القادمه والمواصفات اللي واجب توفرها في النقيب القادم. نشوف التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين ومتابعي برنامج بيور فيت، اهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج. والنهارده في الحلقه دي ضيفي الاستاذ الدكتور محمد السيد صبحي ابو سالم. الاستاذ الدكتور محمد السيد صبحي ابو سالم عميد الكليه السابق ومدير وحده الوافدين بجامعه بنها السابق والمشرف العام على مركز اعداد القاده بجامعه بنها حاليا. برحب بضيفي، اهلا وسهلا دكتور محمد. حضرتك نورت برنامج بيور فيت وقناه الصحه والجمال، وانت طبعا اهل الجمال يعني. الله يخليك، ربنا يبارك فيك. ودكتور طبعا احنا على وشك انتخابات النقابه العامه للاطباء البيطريين، وده اللي هيكون يوم الاربعاء 26/8. فنحب نعرف الاول كده راي حضرتك كيف تغيير موعد الانتخابات؟ كان دايما كان بيبقى يوم الجمعه والمره دي خلوه يوم الاربعاء. يعني مرحوظه ذكيه من حضرتك دكتور حاتم حقيقه. يعني فلسفه ان يختاروا الميعاد يوم الجمعه اصلا كان عشان زياده نسبه الاخبار بتاعت الدرجه. ناس بتبقى متفرغه، يوم فاضي بالنسبه لهم، مفيش عمل، فيقدروا ان هم ينزلوا. لكن بالممارسه اتضح ان الناس لا، بتاخد يوم الراحه بيقعدوا في بيوتهم ما بينزلوش. والمشاركه بتبقى قليله. فالمشاركه بتبقى قليله. كان لازم ان احنا نجرب ان احنا نغير يوم الجمعه. انا اعتقد خلينا نجرب المره دي ونقدر ان احنا نحكم على التجربه اذا كانت كويسه. بس انا اتعشى بخير. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور محمد ايه هي المواصفات اللي تحب انها تتوفر في النقيب القادم؟ طبعا لازم نعرف ان ده تكليف مش تشريف. الناس المفروض ان هي ما بتسعاش لمناصب معينه. المقيم القادم يجب ان هو يدور على المصلحه العامه مش المصلحه الشخصيه. ده رقم واحد. الحاجه الثانيه لازم ان هو ملم طبعا بمشاكل المهنه، مشاكل زمايله. عنده الجراءه ان هو يطلب الحاجات دي من الاجهزه التنفيذيه. يكون شخصيه مرموقه يقدر ان هو يطالب الأجهزة التنفيذية أنا عندي مشاكل في الأطباء البيطريين 1 2 3 4 هتكلم مين؟ تقدر إنك تتكلم ولا لا؟ دي حاجة. الحاجة التانية لازم إن هو يكون عنده كوميونيكيشن أو اتصال قوي، شبكة اتصال قوية جدا، محبوب ما بين زمايله. ما ينفعش إن أنا واحد مقطع الأواصر ما بينه وبين زمايله ويجي يترشح كده كده. يقدر إن هو ويا حبذا لو ليه سابقة أعمال تخليني اقول بامارة ايه ان انا هختاره مكانك. يعني سابت اعمالي يعني كان مثلا في النقابه قبل كده ولا مسك منصب اداري او قيادي قبل كده؟ والله يدينا التاريخ الـ الـ الـ
التنفيذي بتاعه انا مسكت الحاجه الفلانيه وانجزت فيها 1 2 3 4. مش هنجرب دلوقتي بقى دي مؤشرات نجاح. دي مؤشرات طبعا نجاح ريحني ان انا اتخذ بصوت وانا بتكلم. طب يا دكتور في راي حضرتك ايه هي المكاسب المرجوه من النقابه القادمه في السنوات الاربعه القادمه؟ والله المهنه فيها تحديات كتيره جدا، يعني مع الايام بتطلع لنا مشاكل كتيره جدا، لازم اللي هو النقيب اللي جاي ومجلس اداره النقابه يشتغل عليها. اول حاجه مثلا تكليف الاطباء البيطريين، عندنا اطباء بيطريين كتير جدا مش متكلفين، لازم نشوف لنا المشكله دي. حاجات اخرى عندنا قضايا زي القضيه بتاعه الدواء البيطري، ما ينفعش الدواء البيطري، وشفنا الفتره اللي فاتت ان اخواننا الصيادله بيحاولوا يحاربونا في حته الدواء البيطري ان احنا ما نستخدمهمش، يضموه للصيادله، دي حاجه. الحاجه الثانيه قضيه سلامه الاغذيه، ما ينفعش احنا بندرس الاغذيه وسلامه الاغذيه، وعندنا برامج في كل كليات الطب البيطري تقريبا بتتناول هذا الموضوع، ونيجي ناخد حد من اماكن اخرى او كليات اخرى. تخصص الطب البيطري فين؟ من سلامه الاغذيه. الاسماك كذلك، الاماكن التنفيذيه في الدوله. انا مش متخيل ان في 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 فتره من الفترات كان عندنا نائب وزير لشؤون الطب البيطري، وكان يعني استبشرنا خير، اجي دلوقتي لا مش موجود. يعني الطب البيطري لا ما ينفعش شيء. الطب البيطري مهنه ساميه ومهمه جدا، ولازم ان هي تميز وتمثل في الجهاز التنفيذي للدوله. دكتور استضفت مره في البرنامج موهبه بيطريه مع طالب عندنا في الكليه في سنه ثالثه اسراء رضا، فكتبت قصيده عن الطب البيطري اسمها بيطري الانسانيه، فكانت بتقول بتقول ايه من غيرنا تاكل ازاي لحمه مضمونه، من غيرنا تكتشف ازاي فيروس كورونا. ده كان في شهر 2. دلوقتي بقى نقول من غيرنا تعالجوا ازاي فيروس كورونا، واللي اكتشف تحصيل لفيروس كورونا طبيب بيطري روسي طبعا. تمام طبعا. لا بقى غير قصيده تقول من غيرنا تعالجوا ازاي فيروس كورونا. يعني هو على فكره طبعا موهبه شابه، وانا سمعت القصيده بتاعتها ويمكن ما شاء الله ان هي طالبه تقول الكلام ده، فهي حاسه بالطب البيطري، سواء معاناه الطب البيطري او قد ايه عندنا من الكفاءات في مجال الطب البيطري. فيروس كورونا اللي هو دوخ الناس كلها، ده مش بس طب البيطري، شوف حضرتك ده عنده حوالي حاجه 32 سنه في اوائل الثلاثينات. فعندنا لا، الطب البيطري بيدرس علم متقدم جدا، وعندنا يعني ما شاء الله كل فروع العلم بندرسها في الدكتور البيطري، وعندنا كفاءات هايله جدا في هذا المجال. برضه اسراء لمت بالموضوع برضه فقالت ايه؟ وبصحه الحيوان مشاكل صحتنا محلوله. بيطري عاليه فوق ومهنتي الاولى. تمام. هي زي حضرتك قلت، مهنه الانسانيه مهنه مش سهل ان اي واحد يقدر ان هو يبقى قدامه حيوان يعرف هذا الحيوان بيشتكي من ايه. لو زي كل الناس ما عارفه ان انا ممكن لو في حاله الطب البشري بروح اقول انا عندي كذا وكذا وكذا، ده بسهل جدا على الدكتور. لكن انا كدكتور بيطري، انا بمجرد الحيوان ما يجي المفروض ان انا اكون اقيم الوضع من غير مسك. يعني هو المفروض مهنته مهمته اصعب من مهمه طبيب الاطفال. اكيد طبيب الاطفال مامته بتفضل مامته واخده بالها من انت عارفه ان هو سخن او مسهل او كح او ما رضعش او رضع، فملاحظاها بتقول للدكتور في تاريخ. لا ده بقى كده ايه، مفيش حد يقول عنه. لا بتعتمد على على المهارات اللي اكتسبها الطبيب البيطري اثناء فتره الدراسه بتاعته، واثقلها طبعا بالتجربات الصيفيه والتجربات العمليه والقراءات بتاعته. لا الطبيب البيطري عندنا ما يقلش على اي طبيب بيطري في اي مكان تاني. دكتور زي ما اتكلمنا عن المكاسب المرجوه من النقابه القادمه في السنوات الاربعه القادمه، نقول ايه هي الخسائر؟ ايه اللي عاوزين النقابه دي تستردها تاني وترجعها لايه؟ للاطباء البيطريين. يعني انا شايف ان اهم حاجه اللي اتكلمنا عليها من شويه ان انا لازم يكون تمثيل في الجهاز التنفيذي للدوله. ما ينفعش نتكلم على قضايا الطب البيطري واحد مش طبيب بيطري. لازم يكون عندي يعني طول عمري ان احنا بيكون في وزاره خاصه بالطب البيطري. خدناها بالتدريب قلنا عندنا نائب وزير، دلوقتي ما ينفعش. حتى هذا التمثيل ما بقاش. الغريبه جدا كمان ان الهيئه العامه للخدمات البيطريه
اللي على راس هيئه عامه الخدمات البيطريه مش بيطري الله، لا الحاجات دي ده تسقيم اطلاقا. هيعرف ازاي المشاكل بتاعتنا، هيعرف ازاي الاوبئه اللي هي بتبقى موجوده. طب اذا كنت انت عايزنا نحارب الاوبئه الموجوده دي كلها، ازاي تحط واحد في مجال اخر؟ لا احنا بصراحه الموضوع ده هو اتمنى ان النقابه ومجلسها القادم، ومعلش يا دكتور حاتم برضه عايز اركز على حاجه، ان المفروض مجلس النقابه يكون متناسق متناسق مع النقيب. انا افتكر فيه حتى في انتخابات الانديه بختار الرئيس وبختار المجموعه اللي اختارها الرئيس، بحيث لما يجيهم المجموعه دي ما يقعدوش يضيعوا الوقت في خناقات وملهاش اي فايده. لا انا عايز مجموعه متناسقه تقدر ان هي تخلينا اعوض الفتره اللي فاتت ويتحقق المكاسب دي ان شاء الله. ربنا في القران قال بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقوتكم. يعني ودي على فكره اتمنى ان هي يعني تكون احد الدروس من الماضي. يمكن حضرتك بتتكلم على الخسائر في الفترات السابقه، الخسائر اساسها هو الاختلاف وعدم تقدير. هرجع للاعلان، هقول للراجل يرجع له الفلوس، هرجع للراجل فلوس الاعلان. ربنا يحقق احلامنا. الاعلان الاعلان اتعرف فيه لقيته لقيته بالخلفيه الموسيقيه بتاعته، استرد الخسائر اللي هي بتاعته من النقابات السابقه، وتعمل لصالح الطب البيطري ولصالح الشعب المصري في انتاج بروتين حيواني سليم صالح للاستهلاك الادمي. دي مهمه الاطباء البيطريين وحمايه الانسان من الامراض المشتركه اللي ممكن تنتقل من الحيوان، سواء كانت الحيوانات دي حيوانات اللي بيربيها في منزله او حيوانات المزرعه اللي بيربيها في حقله. في نهايه اللقاء بنشكر استاذنا الدكتور محمد سيد صبحي ابو سالم عميد كليه البيطري جامعه بنها السابق ومدير وحده المفاهيم جامعه بنها السابق، وحاليا هو المشرف العام على مركز اعداد القاده في جامعه بنها. الف شكر لكم محمد ونورتنا في الدور جد، وبناخد بعض من حضرتك ان يكون في لقاءات ثانيه عشان نستفيد بعلم حضرتك وبخبرتك في المراكز الاداريه والقياديه الكثيره شرف الجامعة بنها بتمثيلك فيها. الشرف لي يا دكتور حاتم، وانا اشكرك على استضافتي واتاحه الفرصه دي قبل انتخابات مهمه وانتخابات المقاولين ان شاء الله. شكرا لكم محمد. اعزائي المشاهدين، نترككم في رعايه الله وامنه، والى ان نلقاكم نتمنى لكم السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير. والرسالة دلوقتي موجهة لجموع الأطباء البيطريين في مصر، واللي عددهم حوالي 70,000 طبيب بيطري، ينزلوا ويشاركوا يوم الأربعاء اللي جاي 26/8 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. أنا اللي أعرف مقره بس كده إن في القليوبية، هيبقى في نادي بنها الرياضي. شارك، اختار اللي أنت عاوزه، وانما ما تتكسلش وترجع تقول ايه مين النقيب اللي جالنا ده، طب انت اللي قعدت وكسلت، يبقى لازم ننزل ونشارك. ويبقى يوم عمل، هنبقى لبسنا وروحنا شغلنا، هنرجع واحنا راجعين من شغلنا هن ايه هنختار الخير ومن يمثلنا، وربنا يختار من يصلح. ودي يا جماعه مهنتنا، وما نرجعش تاني نقول كده. عاوزين نقيب نتفق عليه، اتفق عليه الاغلبيه مننا، بشرط يكون في ايجابيه، بشرط ان احنا ننزل ونشارك ونقول صوتنا. ولازم نذكركم برضو ان صوتك امانه. فلقائنا ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في انتخابات النقيب، وانتخابات فوق السن وتحت السن جميع بقى الحاجات، والنقيب بتاع المحافظات برضو في تجديدات وكلام من ده. ويوم الحد الجاي ان شاء الله هنشوف النسبه كانت كام المشاركه من ال70,000 دول، ونشوف الايجابيه حصلت ولا لا. اشكركم والى اللقاء في الحلقه القادمه. دمتم في رعايه الله وامنه، وهذا حاتم باجات يحييكم من هواء الصحة والجمال. شكرا، السلام عليكم.